لقب السعودي الأبطال. الأبطال يتقدمون. قلب صالح المحمدي ينتظر الخبر من عبد الله رزق. محمد سليمان فرحة سعودية. شوف المري الحديث قبل تنفيذ الضربة الركنية بأن لاعبي المنتخب السعودي عليهم أن يستفيدوا من الضربات الركنية ومن الكرات الثانية. محاولة جول. الله الله الله. هدف سعودي. هدف سعودي من السعودية. دعم السعودي للشباب بطلا لكأس العرب تحت 20 سنة. ألف مبروك يا شباب. ألف مبروك يا أبطال. نعم كنت خيرا الممثل لنا في هذه البطولة. المنتخب السعودي لم يحقق لقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة. فرحة كبيرة لشباب المنتخب السعودي. فرحة كبيرة من الجهاز الفني الإداري للمنتخب السعودي للشباب. لاعبي المنتخب السعودي قدموا بطولة مميزة. وتحدث وقلت إذا قلت أن لا يحصل أو أن لا يحقق المنتخب السعودي لقب هذه البطولة، لكن المنتخب السعودي ولله الحمد حقق لقب هذه البطولة. تستاهل يا أسامة، تستاهل الفرحة يا المرمج، أنت وزملائك تستاهل الفرحة يا صالح المحمدي. حقق